الاهلي الشوط الاول في توازن في الطريقه بيلعب بيها الاهلي، في تقارب في الخطوط، في استحواذ لكن استحواذ سلبي مع عدم لسه خلق اي فرص على الفريق المنافس. احنا اتكلمنا قبل المباراه يا اسامه على احترام الفريقين لبعض، احترام الفريقين لبعض ظاهر. كان واضح من التشكيل ومن طريقه اللعب زي ما اتكلمنا، بتلاقي هنا زي ما كان اتكلمنا واشارنا قبل المباراه مين هيطلع يعمل ضغط عالي، طريقه اللعب اللي الاثنين متشابهه بشكل كبير جدا. يمكن احنا كان لنا سيطره في اول ربع ساعه في الاستحواذ، كنا وصلنا للاستحواذ ل 56% مقابل 44% لاورنالدو في ملعبهم، وده شيء مهم. انا قلت لك ده نتيجه الخبرات اللي موجوده عندك، لكن الاستحواذ السلبي عشان معظم الكوره مع المدافعين اكتر، شناوي، رام ربيعه، ياسر ابراهيم، مروان. الجزء الاهم طلوع الكوره ما بين الخطوط لامام. دي بقى المرحله اللي كنت بتكلم عليها قبل المباراه، اللي هي المرحله الثانيه اللي هي الاستلام ودوران واروح اشتغل مع وسام او رضا رضا. ورضا يمكن افضل لعيب من وجهه نظري في الشوط الاولاني، رضا سليم هو اللي بيقدر يعمل التحولات، بيدافع بشكل كويس في استخلاص الكوره، بينزل يساعد يحيى عطيه الله، يمكن حاسس هو اكتر بالمسؤوليه. الاثنين المحترفين المغاربه مع بعض، فتحس ان هم قريبين، نزل في اكتر من كوره لغايه اخر نقطه في الملعب لغايه جوه ال 18 عشان يدافع في ظهر، وده مطلوب منه طبعا. ودي يمكن الحاجه اللي اتكلم فيها اسامه كولر في المؤتمر قبل كده على رضا، لما لازم يبذل اقصى مجهود بالنسبه له عشان كما شايف ان هو اداؤه في الشوط الاول كان اداء مميز. اداء لعيبه نص الملعب مروان واكرم في استخلاص الكوره اداؤه مميز، لكن بتلعب فرقه قويه جدا. تمام. قويه جدا في نص الملعب، مش مديلك مساحه خاصه لامام عاشور انه يقدر يستلم الكوره ويلف راجل رقم 8 مجهوله، ده قوي جدا في نص الملعب في استخلاص الكوره. نفس الكلام لما رضا سليم بيشتغل واحد ضد واحد مع روين 30 ده برضه يقدر يعدي، لكن محتاجين التلت الاخير. من 45 دقيقه في التلت الاخير سلبي، مش متعاده النادي الاهلي، حتى الضربات الركنيه ضربتين ما قدرناش نستغل منهم حاجه. هم عندهم ضعف في الثوابت، وهم كمان شفنا في الضربات الثابته، لا هم اقوياء جدا في الضربات الثابته، عندهم اكتر من لعبه متمرنين عليها، فلازم يبقى حذاري في الحياه اللي هي الركنيات.